لكم في النشرة الاقتصادية، أكد محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أن الحكومة مستمرة في كافة مساعي تعزيز التنمية الاقتصادية بفضل تبني العديد من المبادرات الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية والتسخير الأمثل للرؤى والموارد لتحقيق مردود مستدام الأثر. وأوضح المعراج للنشرة الاقتصادية أن البحرين ملتزمة بتحقيق التوازن في المصروفات والإيرادات خلال الدورات الثلاث القادمة للميزانية العامة بغية خفض الدين الحكومي والمصروفات المتكررة. كما أكد المعراج الاستمرار بالمشاريع الاستراتيجية التي تمكن الاقتصاد من تحقيق المزيد من النمو، معربا عن ثقته بقدرة القطاع المصرفي المحلي على تحقيق نتائج مالية إيجابية خلال العام الجاري. حكومة البحرين أخذت العديد من الخطوات من أجل معالجة العجز نتيجة للانهيار أسعار النفط اللي يشكل طبعا النسبة الأكبر من دخل الدولة، وهذه الإجراءات إن شاء الله ستكون يعني مساعدة جدا في التخفيف من حجم العجز وبالتالي الحاجة إلى الاقتراض في المستقبل. القطاع المصرفي المحلي ما زال يحتفظ بسيولة عالية، النتائج الأولية كما يعني ذكرت فيها أنا في السابق نتائج جيدة. استطاع معرض الخريف في نسخته 27 من عرض العديد من السلع والخدمات التي أنعشت الحركة الشرائية على مدى أيام المعرض. التفاصيل في تقرير الزميلة عائشة العلي. من خلال زيارتي للمعرض تبين لي أن هناك دول وجنسيات مختلفة تشارك لعرض أفضل المنتجات المتنوعة التي تلبي احتياجات المتسوقين الذين يحرصون كل عام على زيارته لشراء أفضل المنتجات وأجودها من بلدان مختلفة في مكان واحد. الحقيقة معرض البحرين معرض سنوي بيتعمل مرة في العام، لكن يعتبر من أنجح المعارض العربية اللي بنشارك فيها، لأن احنا بحكم المنتجات بتاعتنا بنشارك في أكتر من معرض في أكتر من بلد. لكن الحقيقة البحرين عشان المعرض بيتعمل مرة في العام بيكون عليه إقبال ما شاء الله شديد جدا جدا، وبيلاقي نجاح جماهيري وإقبال من الزائرين من مختلف الدول العربية والخليجية. يعني أنا شاركت أكتر من مرة وفي البحرين، ودايما كل مرة بتكون أفضل من اللي قبلها، ودي حاجة مشجعة جدا لينا يعني الحمد لله. الملفت للنظر أن هناك مشاركة ضخمة من قبل جمهورية مصر الشقيقة التي انتشرت في قاعتي المعرض، حيث تقدم كل ما يحتاجه المشتري من أدوات منزلية وأثاث وملابس ومفروشات وغيرها من أدوات. المشاركة المصرية السنة دي أقوى عشان في معنا شركة جديدة، جريدة أخبار اليوم هي اللي نظمت المعرض السنة دي والسنة اللي فاتت، فالمشاركة بقت أوسع وبقت في تمثيل رسمي من السفارة ومن خلال أخبار اليوم. يعني تميز المعرض هذا العام بحضور ملفت يعجز اللسان عن وصفه لتكتسح وتكتظ الممرات والمحلات بالمشترين من جميع الجنسيات، وتبقى الأعين تترقب كل عام هذا المعرض الذي يستفيد منه الجميع. معرض الخريف بنسخته 27 يحظى بمشاركة 750 عارضا من دول وجنسيات مختلفة، ومثل هذه المعارض تساعد في تحسين الاقتصاد البحريني بشكل كبير. عائشة العلي لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.